تستمر الحركة الاحتجاجية بإقليم الحسيمة شمال المغرب، وتعددت الوسائل الاحتجاجية للحراك بعد سيطرة قوات الأمن على الشوارع والساحات الرئيسية في المدينة، إذ بدأ الشبان المحتجون في اختراع وسائل نضالية جديدة لتأكيد رفضهم للعنف واستمرارهم في العملية النضالية. فقد بدأ الشبان في الأسبوع الأخير في استخدام الطنطنة كوسيلة لتأكيد استمرار الحراك، وبعد اعتقال عدد منهم في الشوارع لجأوا إلى أسطح المنازل وإطفاء الأضواء لتأكيد صمودهم ورفضهم للرضوخ للتعليمات الصادرة عما يصفونه بالسلطات المخزنية. واتجه الشبان أيضا لصبغ المدينة بالسواد الذي باتت المدينة تتشح به كل مساء بعدما أطفأت ساكنتها أضواء المنازل ولم يبق سوى أضواء الشوارع للاحتجاج بما يطلقون عليه الطنطنة، وذلك في سياق الاحتجاجات المتواصلة التي يقوم بها الشباب. ولم يكتفي المحتجون خلال هذه الليالي بالطنطنة، بل رفعوا مختلف الشعارات من فوق السطوح للتنديد بمواصلة الاعتقالات وبالقيام بالمحاكمات السياسية لكل نشطاء الحراك الذين تم اعتقالهم على خلفية الحراك الاجتماعي الأخير. وبثت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نداءات تدعو إلى الاحتجاج وسط الحسيمة دون تحديد مكان معين، ووسط تضارب التوقيت لتنفيذ الشكل الاحتجاجي المرتقب. وحدد في بعض الصفحات بأنه عبارة عن وقفة حاشدة لإطلاق بالونات طائرة تحمل أسماء المعتقلين الأبرياء صبيحة أول أيام عيد الفطر. ويستمر عدد من نشطاء الحراك الشعبي بالريف في حشد التعبئة للنزول يوم عيد الفطر الذي من المرجح أن يحل يوم الاثنين القادم بالمملكة المغربية إلى شوارع الحسيمة ضمن شكل احتجاجي وصف بالمسيرة المليونية والحج إلى أرض الريف، مع رفع أعلام سوداء لجعل العيد هذا العام يوماً للغضب والعصيان المدني احتجاجاً على القمع والمحاكمات.